أهلا بكم يا أصدقائي، إن شاء الله إن شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير، وأي حد عنده أي مشكلة إن شاء الله في أسرع وقت تتحل. النهارده هنتكلم عن التوقعات الفلكية لواحد من الأبراج الذكية جدا والمميزة أيضا، هو برج الدلو الهوائي. هنشوف التوقعات في شهر يوليو وشهر 7 2019. هنبدأ الأول بالتوقعات الاجتماعية، ثم المهنية، ثم المادية، ثم العاطفية، ثم أهم الطاقات اللي بتحيط بمواليد برج الدلو في الفترة دي وتأثيرها عليهم. برج الدلو دلوقتي في القناة عندي بقى ترتيبه الثالث بعد الجدي والسرطان، هو الثالث وبيجي بعده العذراء. عجباني انا المنافسه اللي بين الابراج دي في القناه. حطوا لايك لبرج الدلو، كل ما تحطوا لايك يزيد نخليه في مرتبه اعلى. برج الدلو دلوقتي عندي في القناه في المرتبه الثالثه، اصبح من الابراج الاربعه يعني الاوائل، جدي سرطان ثم دلو حتى هو تخطى العذراء. في البدايه خالص كان عندي العذراء نمره واحد. طبعا انا بعرف الكلام ده من خلال اللايكات بتاعتهم والتعليقات. زودوا يا برج الدلو لايكات، عجباني انا المنافسه دي. نشوف كده مين هياخد المركز الاول من برج الجدي اللي بقالهم كتير محتقرينه. يلا بينا، تعالوا نبدا كده نشوف الناحيه الاجتماعيه. الناحيه الاجتماعيه هتلاقي عندك اهتمام ملحوظ من كافه الناس اللي بتحيط بيك، لكن الاهتمام ده هيبقى سلبي وايجابي، خلي بالك. يعني كل الناس بتتكلم وبتسأل وعايزه ان هي كده تتعامل معاك، في بعضهم لمصلحه وفي بعضهم حبا فيك. طيب انت تعرف ده من ده ازاي؟ ده هنعرفه في الاخر واحنا بنتكلم عن اهم الطاقات اللي بتحيط بيك، وايه السلبي منها وايه الايجابي منها وازاي هي بتأثر عليك. اما بالنسبة للناحية المهنية فانت عندك نجاحات، نجاحات لا يمكن ابدا اننا ننكرها في الشهر ده، اشتغل عليها ما تضيعش الفرص اللي قدامك. يعني ايه نجاحات؟ يعني انت ممكن تكون داخل على ترقية، ممكن تكون داخل على علاوة، ممكن تكون داخل على منصب معين، ممكن يكون حتى عندك مشروع تغيير في الشغل ايجابي للافضل. اذا انت هتشعر، لان انت اصلا ذكي على فكرة يعني، وبتعرف ان انت تلقط الحاجة حتى قبل ما تبان ملامحها كاملة قدامك. فرصة جات لك ما تضيعهاش من ايدك واشتغل عليها. الحياة المادية عندك مرتبطة باستغلالك للفرص في الناحية المهنية، لو استغلت الفرصة كويس اذا على طول على طول دايركت هتعود عليك في الناحية المادية، لان على فكرة الفرص اللي متاحة لك في شهر 7 مكسبها سريع، يعني مش المكسب اللي هو على المدى الطويل ان انت هتنتظر شهور او سنوات، لا، المكسب بتاعها على طول هتبدأ في ارباح بتبدأ تزيد معاك ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. تعالوا بقى ندخل على الناحية العاطفية ونشوف الدنيا مخبيانا ايه. الناحية العاطفية بالنسبة للناس اللي هي المتزوجين عندكم استقرار خلاص، يعني مفيش مشاكل هتبقى بينكم، مفيش انفصال لا قدر الله، مفيش توترات كبيرة أوي، كلها ممكن تكون حاجات نقدر إن احنا نحلها. نيجي بقى للناس اللي هي السنجل، الناس اللي هي بتدور، المؤهلة طبعا عاطفيا، تتعدد الفرص قدامك بشكل لا يحصى، بشكل لا يحصى. انت هيكون عندك على فكرة يعني قدامك كتير قوي، بس برج الدلو من الابراج على فكرة اللي مش اي حد بيعجبها، يعني صعب ان انت تنال اعجابه بسرعة شوية، فهيكون قدامك نوعيات كتيرة جدا جدا. طبعا احنا بنتكلم للطرفين سواء راجل سواء ست هيكون، وكمان هتلاحظ ان الناس دي هي اللي بتبدأ تاخد الخطوات معاك، تقرب منك بنظراتها، بأفعالها، برد فعلها، ايا كان هتلاحظ زي ما قلنا من شوية ان انت ذكي جدا. طيب نعرف مين المناسب ومين غير المناسب، هنتكلم في الطاقات دلوقتي حالا، بس الاول ناخد المنفصلين. لا، المنفصلين اللي هم بيسألوا عن رجوع، عن مبادرة، لا، في انشغال شوية. يعني برج الدلو المنفصل هيبقى الشهر ده حبيبه او الطرف التاني هيكون منشغل عنه شوية، منشغل اجتماعيا ماديا مهنيا، طبعا على حسب كل برج من الابراج التانية دنيته القادمة بتكون فيها ايه، فممكن الرجوع يكون صعب شوية في الفترة دي. تعالوا نتكلم بقى عن اهم الطاقات اللي بتحيط ببرج الدلو في شهر 7. ده غيرة فوق الوصف، غيرة وحقد كبير جدا جدا، قوي جدا جدا يا مولود برج الدلو في شهر 7. خلي بالك من برج ناري، من برج ناري،
من برج ناري، تعرفه ازاي؟ لو في حد في حياتك برج ناري او انت تعرف حد برج ناري شاكك فيه، خلي بالك مش معنى ان اي حد ناري في حياتك هيبقى هو اللي بيغير منك، لا، اللي انت شاكك فيه، اللي انت حاسس ان هو فيه رد فعل وحش او ان هو بيكن لك بعض الضغائن، هو بيغير منك بيتكلم عليك، تأكد ان هو ده، اعرف ان الغيرة زادت والحقد عنده قوي في الفترة دي، تعمل ايه؟ حاول ما تحتكش بيه، حاول ما تتكلمش عن طموحاتك عن احلامك كده، خلي بالك من النقاط دي، وانت ذكي وانا عارف ان انت هتخلي بالك من النقاط دي. اما بالنسبة للابراج الهوائية فيمكن هي الاكثر تلاؤما معاك في فترة شهر 7. لو انت بقى عاطفيا حتى عايز تصادق عايز ترتبط، الابراج الهوائية هي الانسب ليك في الفترة دي. كده نكون خلصنا ابرز النقاط اللي بتنتظر برج الدلو في شهر 7، شهر يوليو. حلقة الرد على الأسئلة، عشان في ناس بتسأل عليها، بتبقى يوم الحد من كل أسبوع. أي سؤال أي استفسار اكتبولي، أنا بقرأ وبرد.